خمسة ثلاثة ماني ماني ما وأنا الأخت غدير أم صهيب من حما، مقيمة بريف إدلب. كنت محبوسة أول مرة بالأمن العسكري، ضليت فيه قريب الشهرين مشان مكالمة هاتف مع ابن أختي. كان ابن أختي بهاي المناطق عسكري من شق جديد، وكان أنا الخط باسمي. اعتقلت لفترة شهرين وطلعت. بال2017 جاني تقرير أنه تعامل مع الإرهاب والمسلحين وهذا الأمر، اي اعتقلوني. ضليت يعني فت باول السنه ما طلعت تقريبا لاخره. حولوني على فرع فلسطين. رحت لهنيك، يعني كان شيء كتير بخوف. كان باب الفرع كتير كتير ضخم وكبير، وفوتوني. ضليت امشي تقريبا في شيء نص ساعه لحتى وصلت الغرفه اللي دخلوني عليها. الغرفه اللي كنا موجودين فيها ما لا شباك لا ضوء لا شيء. في شفاط، وقت اللي لان ما في منفس هواء، في شفاط مثل بور الصوبيا بيجي هيك محاطينه بسقف السطح من فوق. وقت اللي بده يعذبونا يطفوا علينا الشفاط ما نعود نحسن نتنفس نهائيا. ما في، طلعت فترة قليلة رجع أمن العسكري نفسه رد طلبني ثالث مرة. قمت حكيت مع مهرب وطالعني إلي والأولادي على هاي المناطق. بعد ما أهلي، ما خبرت أهلي وقت اللي طلعت. بعد ما طلعت وصرت بهاي المناطق، يعني في اثنين إخواتي تخلوا عني لأنه طلعت هاي المناطق المحررة. يعني بالنسبة لهم يعني إنه يفوت السجنة يعني أهون ما أجي لهون. مفكرين اللي بيجي بيسكن بهاي المناطق أو اسكن لحاله يعني شيء معيب إلهم أو للناس. حكيت الناس كتير لأني طلعت لهون. قلت أنا يعني بفضل اسكن تحت القصف أهون ما إني ضل مضي باقي حياتي بالمعتقل. جيت لهون يعني بيت وأكل وشرب ومصروف. خليت ابني، عندي ابني عمره 13 سنة، خليته يترك المدرسة وعم شغله بمحل اسماني عم ياخد 15,000. 15,000 شو بدها تعمل؟ ويني أجار بين؟ ويني أكل؟ ويني شرب؟ ويني مصروف؟ وجانا استفقوا هيك هسه رمضان. يعني لي هلا سنه واربع خمس اشهر بهاي المناطق ما في تواصل اي شيء نهائيا معنا. لا ولا بيسالوا ولا بيقولوا لنا شوف ميتين طيبين الاولاد بدكم شيء بحاجه شيء، لا نهائيا. يعني بالعكس كيفوا لاني اني بعدت. بعد ما طلعت من المعتقل يعني قلعوني من البيت، قال انت خلص انحبستي ما بدنا اياك تبقي عنا. يعني الحمد لله على كل حال ما فيني أقدم ولا أعمل أي شيء. بتمنى يكون إني دبر أي شغل أو أحسن أشتغل أو أمن شيء. يعني صايرين مشكلتي إني أولادي صغيرين وما وابني صغير، يعني بطلع هيك شو بدنا نشتغل شو بدنا نعيش، وخاصة هاي المناطق ما فيها لا شغل ما فيها أي شيء نهائياً.